مفهوم الحب مو أجي عفوا أنا أسخر لأكتب أسماء بنات الناس على الجدران. هاي الظاهرة اللي ما أعرف حبلة وحدة راح كتب اسمها على الجدران بدل أن تكتب أسماء بنات الناس على الجدران. كن شجاعا واذهب واكتب اسمها في عقد قران. كن شجاعا واكتب اسمها في عقد قران. ما يصير عرضك خط احمر بس اعراض الناس خط اتصالات مسوي جنابك. هذا مو تصرف شجاع، هذا تصرف غير لائق